أهلا بكم وأبراج. هذا اليوم الأحد الموافق الثاني من تشرين الأول أكتوبر 2022. القمر في هذه الدقائق في برج الجدي بدرجة صفر، أعلى مستوى للطاقة. جدي، ثور، عذراء، عقرب، أيضا حوت. خلينا نتعرف أيضا على هذه الزاوية. اليوم ليست جيدة مع أشعة الشمس، ليست جيدة مع المشتري، ليست جيدة مع المريخ في الجوزاء، ليست جيدة مع الزهرة، ليس يعني أو وجيدة فقط مع عطارد. إذن ربما تقل الحوادث لهذا اليوم، وبالتالي خلينا نتعرف على مولود الخارطة الرقمية لهذا اليوم 269. هذا المولود سمته التمرد وأيضا المفاجآت، وبالتالي أيضا قد يكون جريء جدا وغامض جدا، وربما قد يتسبب بالكثير من المتاعب والمشاكل. خلينا نروح إلى توقعات الأبراج لهذا اليوم. الحمل، لست بجو جيد، أجواء لا تبدو مريحة، لذلك عليك أن تنتبه. قد تواجه الآخرين هذا اليوم، وبالتالي أن تكون حذر جدا في كل متطلباتك سواء كانت مهنية أو شخصية. الثور هذا اليوم الأجواء أفضل، هناك ربما وقت أفضل للعمل، هناك ربما استقدام إلك أو استدعائك لي ربما التباحث معك أو النقاش معك في موضوع الأصلة في تطوير أعمال أو توليك منصب جديد. إذن الأجواء تبدو باتجاه الانفتاح أفضل لدى أصحاب برج الثور. الجوزاء هذا اليوم تخرج من الدائرة الضيقة إلى دائرة أفضل أوسع، بإمكانك أن تمارس جميع ربما فعالياتك في كل اتجاه، بالتالي الحظ يدعم أيضا تطلعاتك توجهاتك. أنت في وقت مميز ماليا، مهنيا، عاطفيا، دراسيا، في مجال السفر الخارجي، إذا نستفيد من هذه النقطة تحديدا. السرطان هذا اليوم وضع ليس بالمريح، قد تنشب مواجهة مع شريك عاطفي، مع شريك مالي، مع الآخرين، أنت لست بمزاج رائق، احذر هذا اليوم أن توقع على أوراق رسمية دون أن تقرأها مرة مرتين، أو ممكن أن ينوب عنك محامي في هذا الموضوع، فبالتالي تنتبه لأنه الأجواء ليست مريحة وقد يدفع بك باتجاه أنه تعلي صوتك على الآخرين. الأسد هذا اليوم تبدو أيضا بحالة من التردد من المتاعب، وأيضا قد لا تجد نفسك يعني في حالة استرخاء، بالتالي عليك أن تنتبه لهذه النقطة أيضا، وحذاري عندما تقود مركبتك على الطرقات السريعة، وهذا اليوم أيضا يتجنب ربما المأكولات الدسمة. العذراء هذا اليوم يلعب الحظ دور واضح أو دور إيجابي أو دور محدود، يعني هذه يمكن ربما الأكثر دقة، دور محدود في حصولك على متطلبات سواء كانت مالية، مهنية، سواء كانت أيضا بعض المتطلبات الشخصية اللي أنت بحاجة إلى أن تحققها هذا اليوم. أيضا ممكن أن تعيد علاقاتك العاطفية، بعد لدينا فرص المال متوفرة في هذا الوقت. أصحاب برج الميزان اليوم ربما لسنا يعني مرتاحين أو لسنا يعني في طاقتنا العالية، لكن هذا لا يعني أنه الأمور سيئة، بالعكس ربما الأجواء أيضا تبدو باتجاه توجيه بوصلتكم في مجال العمل، في مجال السفر، في مجال العائلة، الاهتمام بالعائلة، كل هذه الأمور تبدو إيجابية ومشجعة، وبالتالي عليك أن لا تفقد أعصابك هذا اليوم. العقرب وضع جيد، وضع إيجابي على الأقل، هذا اليوم نستطيع أن نتحرك في ربما يعني مسافات قصيرة صغيرة، فرصة للانتقال إلى سكن جديد، فرصة ربما لإدامة علاقتنا مع الآخرين. القوس هذا اليوم تبدو بحالة ربما روتينية أو مكلف بأعمال إضافية، أو أنه هذا اليوم أنت ممكن أن تقابل صديق حبيب، لديك فرص متنوعة وكثيرة وأيضا فرصة لزيادة أرباحك المالية. دلو هذا اليوم تبدو في حالة من الضعف التكويني، ولهذا راح يقودك إلى ربما عدم وضوح في الرؤية أو التركيز في أهدافك مع الآخرين. حاذر جدا أن تكون على طرقات السرعة وأنت متعب، ربما يخونك هذا اليوم الحظ في يعني أن يدعم ربما أيضا سلامتك، فبالتالي انتبه لهذه النقطة. أخيرا أصحاب برج الحوت، وضع جيد، وضع أفضل، رغم أنه المصروفات المالية قد تبدو في حالة أكثر يعني أكثر من طبيعي من معدلها، لكن هذا ربما أيضا لا يزعجك، بالتالي أنت تتأهل إلى وضع جديد، وهناك بوادر لزيارة إيراداتك المالية ومنافذك ربما اللي تأتي عبر المال. أكيد الله أعلم بذلك. مشاهدين، عودة للزملاء لكن بعد الفاصل.